حياكم من جديد مشاهدينا، والى اخبار ومنوعات حلقه اليوم. الشباب يقولوا لي ليش تضحك من البدايه؟ صراحه الموضوع مضحك جدا. اول خبر كاتبين لي اياه بعنوان صرصور الحب. يا جماعه ايش صاير في العالم؟ اي نعم اليوم هو عيد الحب، ولكن مو للدرجه هذه. خلونا نشوف ايش مسويين في نيويورك. أتاحت حديقة برونكس بمدينة نيويورك للراغبين في الاحتفال بعيد الحب طريقة مبتكرة وجديدة. وش الطريقة؟ الطريقة تتمثل بإطلاق اسم حبيبك على الصرصور من نوع الفحاح المدغشقري لتكريس حبه إلى الأبد، يعني تخلي صرصور يحبك. وكتبت الحديقة عبر موقعها: أطلقوا اسم حبيبكم على الصرصور لمناسبة عيد الحب. ليش؟ أبغى الكاميرا. ليش؟ لأن الصراصير تدوم إلى الأبد. الله الله، حس في دقة في الموضوع ولا وش قصدكم؟ طبعا ومقابل مبلغ بسيط جدا، $15 فقط، يمكن لأي شخص أن يهدي حبيب صرصور. شهادة طبعا، ويعطوه شهادة تثبت تسمية الصرصور باسم شريك. أنا قادرة، زعلت اني لبست احمر اليوم يا جماعه، كنت بحتفل معاكم بس بطلت. وش الهديه؟ ما راح احتفل بعد كذا باي عيد حب. وش الهديه؟ اهدي شهاده تثبت اني انا سميت حبيبي باسم صرصور؟ يا الله، فعلا في الدنيا نعيش ونشوف، ولكن مثل هذا الخبر وهذه الفعاليه انا اتوقع يقفلوا الحديقه بعد هذا الخبر. ليش؟ ليش؟ لا، والنوع يعني شكله نوع الصرصور نوع حبيب. خلاص ماني قادرة. طب البنت اللي تخاف من الصراصير كيف حبيبها راح يهديها صرصور باسمها؟ نحن البنات معروف نخاف مرة من الصراصير. خلونا نروح للخبر الثاني، ماني قادرة. سوي سكيب لحلقة اليوم.